عايز اتكلم عن نقطة مهمة قوي يا جماعة، احنا مش كاملين. انا بقول كلام اللي في ظهر الكاميرا هو اللي بقوله قدام الكاميرا، انا دي لغتي. فالناس متضايقة قوي، انت ازاي بتقول كذا، انت ازاي بتقول كذا. لا احترم مشاعر. انا مش مثلا، بمعنى انا راجل مش صايم ورا الكاميرا فاطلع ليه اقول لك ان انا صايم؟ يعني ايه الفكرة من ان انا اصنع لك الفضيلة وابان ان انا بنقط؟ طب ما انا مش كده، انا وسخ وبقول ان انا وسخ، خليك انت احسن مني. لكن انت ازاي بتعمل انت مالك انت؟ فالناس اتعودوا على صورة ان انا بشوف نفسي فيك، فانت لازم تحقق احلامي. انا بقول كده انت تعمل كده عشان انا بحبك. لا ما تحبنيش، سيبني في حالي. انت ازاي بتخش في حياتي الناس اصلا؟ والنبي يا جماعه اللي معترض على لغتي وعلى كلامي يكتب لي برضه في الكومنتات عشان نتناقش ذهنيا. يعني اكتب لي يا كابتن واكتب لي يا استاذه ان انت لا انت طريقتك وحشه وانا ما بيعجبنيش، ارجوك اكتب لي. سالت ولادات الادب على الانستجرام عندك ساعه تعمل فيها اللي انت عايزه وتعمل ايه؟ اختصم حماه تصلها جامده قوي. ماشي يا ابراهيم، ماشي يا ابراهيم، مش هقول اسمك ابراهيم. ابراهيم اختصبك وحط عين عملك. لا من غير ما تحط العين ارقص دانس معاها. ياض يا عمر دانس ده اسقط امنيه صاحبتي ام زهر. لا املك في الحياه امنيه تسقط. اقفش الواد المز خطيب صاحبتي. عندي ناس على الانستجرام تقفل عليهم كده طلع فيهم. اروح ابلغ على حماتي ان هي بتسرق شباب وبتبيع اعضائهم. انا لسه مخطوف. يا الستوري اللي انت حاططها دي ابو دراع مكسور هي؟ هي. انا عامل الساعه كلها سكوات عشان لا مش عايزين نعرف. وانت ما تسالش. هتجوز الاربعه اللي بتمناهم. الامنيه دي ما تنفعليش نفسي. هخطفك واختصبك وارجعك في الساعه. الفيديو ده بدون هدف، انا بجرب النت شغال ولا لا. خلاص الواحد ما بقاش فيه طاقه لاي شيء، حتى فكره ان الواحد يخاف على نفسه برضه ما بقتش موجوده. انا بجرب البنت فك ولا لا. ازيكم يا ولاد؟ قرده مش قرنه، انت صح، بس احنا برضه هنعمل الاول. النصيحه الابديه كالسوت ما كالسوت ما كالس امك الوطن الوطن لا خلي الوطن الاول عشان ما حدش يتضايق. وامك وكالسوت حاجه بقى. في الايكول، الايكول ما تعملوش كده. لا لا كده، بص لجوه لجوه بس. صح بس اوعى ايه العيال بتاعت الموضه بتعملوا كده؟ ياه بقت حلوه قوي. دي تشيل نفسي بوسه. اصبر خط امرايا الحته دي اشيك شاب في قبصه. يا ربي لا لا، كل الحلاوه دي ياخدها لوحدي بعد كلام خط كده. انا بقيت دكتور سنان. معاك روجيتا اديك فيها؟ معاك روجيتا اكتب لك فيها؟ تعالى انت زي امتى؟ انا ايه يا امي؟ امر ايوه امر ايوه عامل لك حته دين طقم يا ابن قلبي. انت هتشوفه هتموت عليك. هيقولوا يا اجمل واحد في الدنيا. صرف ده يا ابني، ما تتكسفش. النصيحه الابديه الكلسون، في خدك هتبرد وهتتعب وهتبقى حاله امك سودا. اول ما البنت تشوف الايكون بوم ادي. بص البنت هتشوفك كده هتقول ده اهبل، ده انا لابسه بالمشعل. استنى ابرا يا ابا ابا. البنت هتشوفك تقول يا ده ايه الواد الجامد قوي ده، يا ماما جوزيه لي بسرعه. كل البنات بتحبك، كل البنات عمامي. وانت تقول ويده 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 ويده. طبعا مش عارف البس الجزمه هنا يا عشان امي بس. يا طورني كده يا تصور اهو. بص 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 بص. وبرضه لبست الجزمه في الاوضه وما تطلع فينا. الفلتر ده بيقول لك تنزل الشغل ولا تمسك في اللحاف. والله انت جود لايك برافو والله وربنا بتفهم. يا موحة موحة ما تقوم يا موحة تعمل لنا انزوم يا موحة. انا وذي بس يا بودي يا حيوان. انت فاتحه لايف مع ابو نوال ايه؟ نوفتي موحة. خدي الخمسة جنيه دي يا موحة واعمل لنا الانزومي. بوزي مش مشكلة فلوس والله يا بوزي. عايز بيض باللو يا بسطرمة؟ ممكن اعمله لك ثواني. يا نوفتي خد خد دي عقبال ما اجي لك. شايفني كويس كده؟ ممكن اعمل لك حاجات جديدة قوي. سألت المؤدبين على الانستجرام لو هتحولوا لحاجة غير انسانة تبقى ايه؟ مكنة. ماشي خلاص يا اسراء. جزمة ليها بتاع الجزم والاسواعيني. ابقى الحبل بتاع عشماوي. انا كده بسمع كتكوت اصفر من اللي بيموت بعد يومين. خدني معاك والله. بقى سحلفة عشان كل ما حد يضايقني اخش انام. سرير عشان ما اقومش خالص. العيال اللي عندي دي عندهم شوية ذكاء فظيع. كراسة ايه؟ كراسة كرسي سفرة. تعليم بعافية شوية. حمام عشان ابقى طايرة وش على البشر. مش هقول لك تعمل ايه على البشر. نفسي ابقى قاعدة حمام. حلق الافكار دي. هتحول النسوان. مصطفى بقول لك حاجه غير الانسانه. مفيش اي كيو خالص. احنا هنلبي طلب الجمهور اللي هي امي بس عشان طبعا لازم نرضيها. هنعمل سبانخ طبعا. انت فاهم السبب ايه؟ حد يخلص لنا حوار الباظه ده يا اخوانا. لا تعال في النص والله. سبانخ في الدنيا. دوقها بقى. ادوق ايه؟ حلوه والله. ده كلها حديد. معلش شكرا. لا معلش. لا انا واخد سكينه. لا كولا. هي يا راجل قطع لك شويه كزبره خضراء. تاني احنا هنخلص. اغلي الصلصه يا ابن قلبي. كل دول هيدخلوا هنا ازاي؟ ان شاء الله. امي يا جماعه برافو عليك يا امي ربنا يحميكي. صب يا ابن قلبي صب صب.
احسن احسن. لم لم انا استاهل. ايوه يا امي ان بلاش نعملها. لا هنعملها. بابا بيحبها. بابا بيحبها. دي الحنكة. برافو يا انزل بطاشة الطم. بس يا امي ما دقناها قبل كده. انا وتاني. الله يا امي عظيمه بقى كده. وقولي مسيطره. طب مسيطره. مش عايز ادوق والله. لا دوق. اه عشان الكاس. كاس ايه يا امي؟ دي كانت كوبايه ملهاش قيمه. دي فازه صيني. صيني ايه بس انت؟ والله حد ضحك عليك وجابها لك. ماشي اهو. حلوه جدا. لسه. يلا مسيطره. مسيطره. ماشي اهو. يا عظم الواد ده شكله حرامي يا جدع. لا 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 بس باين عليه. بس بص الغم وشه. تعالى بص يا كابتن. كابتن انت حراميه؟ ايه ده كابتن تقول الكلام ده؟ ماشي يا عم الله يسترك. ولا 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 الفلتر ده بيقول لك ان انت طيب ذكي حنين مفيش من امك اتنين سكسي. ايوه 17 ده اروح اتعالج ده. لا 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 شوف تديني حاجه حلوه كده من عندك يا فلتوره. مع العيال بتطلع لها حاجات حلوه والله. الافكتات دي بايظه. طب عليا نعمل افكتات. ما في حاجه غلط يعني. ايه يعني؟ ايه يا يعني ايه يا اللي انت بتقول؟ شكرا. ان شاء الله نطلع سمارت. الناس كلها بتطلع على سمارت مش فاهم. ليزي انا كسلان. طب وربنا انت عارف كل حاجه. اهو يا انا اهو. والله لا انا وراك لحد ما تديني السمارت. ايه الناس كلها ليزي 17% تاني. انت عندك حق والله. الشركه الصينيه بعتت لي السكرينه تاني. اللي مش فاكر الحمد لله. السكرينه زي الخرا. محدش يجربها. هنزل لهم صوره على الانستجرام عشان هم فهموا. ها فهموا ايه السكرينه؟ ايه السكرينه دي؟ ايد مكسوره. الست اللي قصدك مش شايفها. ماشي الكسر اهو اهو عند صباعي ده اهو. شايف كسر؟ مش هتشوف اهو مكسوره. بس احنا طبعا هنزل لهم صوره على الانستجرام عشان كده. اوعى تشتريها. الفلتر ده يقول لك الاوت فيت بتاعنا بتجيب كام؟ ان شاء الله هنضرب ال10. ابني ايه ده؟ 100 من 10؟ انا ذكي يعني ولا 10 من 100؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه ده؟ ابو جبل الفاض كروشه. هتعمل ايه يا كروشه؟ انا قلت ان انا اعتزلت بدري سيك. ها عمو الحضري يا دادي شكر يا حضري. سالت بتوع الاختيارات المهببه اخر عريس رفضتي ليه؟ هي قادره كان شبهك وانا ما بطيقش حد في الدنيا شبهك. تابعاني ليه طيب؟ الناس كلها خايفه بعد الماتش من السحر المغربي وانا خايفه من السحر عيونك المحن ده. مش وقت. انا ما بحبش الست تتخن بعد الجواز والحمل وهو كرشه زي الحابل في التاس. يا ابني اللي عندي دول مجموعه ناس ما ينفعش تقلش عليك. كان طولي عارف يعني ايه ما لبست طول حياتي كعب؟ انتوا متخيلين معاناه يا جماعه؟ عشان عينيه خضراء. والله صح مفيش حد عينيه خضراء بسالك. لسه سيبني من اسبوع عشان بيقلب في بروفايلي وفي بوست ما عجبش امه. تعمل كده في الفيسبوك بتاعك؟ تعمل ايه في حياتي؟ انا عايز ياخد مني كل يوم مصروف. ماما تعمل لنا ايه في اللانش بوكس؟ خلع من امي واحقق لكم احلامكم. اعمل لنا جبنه بالجبنه. ريتني ما خلعت من امي. قالت لي ريم على اليوتيوب. اعمل لنا جبنه بالجبنه. ايه يا اختي الجبنه بالجبنه؟ ماشي جبنه وادي جبنه. تروح حاطط الموتزاريلا كده وترولي كده يا اختي اكنك بترولي ايه ورق عنب. وانت ادي يا بدل انت فاهم انك بترولي ايه؟ ورول في البقسماط رول ورول في البيض رول. انزل يا ابن قلبي في الطريق. اقول لك يا رب رحمي. بص يا ابن قلبي بص 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 الحلاوه. اوبا امسك يا راح يا جماعه. الفلتر ده بيقول لك انت هتبقى فين بعد 10 سنين؟ لايف ان ماي كار. ايه هعيش في العربيه؟ ده اخر طموحي. لا اشوف يا ابني قول حاجه عدله يا ابني. بابا سنجل يا عم كفايه فقر يا ابني. قول حاجه عدله بقى. بص على ايد امك. هتقعد سنجل يعني؟ هتقعد سنجل. الفلتر ده في من العشرة. ماشي هنضرب العشرة ان شاء الله. غيرت لك المكان اهو. اظبط اهو. بابا ده برضو 10 من 100 من 100 يا ابن المتخلفه. يلعب مامي. نعم يا روح قلب مامي. ممكن اسالك سؤال يا مامي؟ ماذا بينك وبين الله لا يعطيكي جوهره مثلي يا مامي؟ تكفير ذنوبي يا اخي. والله انا ماليش غير ابن الكلب اللي هناك ده. مامي ربنا يخلي بتنت وانت يا مامي. وبوحة دي يا مامي ربنا ياخدها. سالت الاولاد على الانستجرام عبرت له ازاي وعبرت لها ازاي عن حبك؟ شوف بقى العيال اللي عندي لما تحب. شكر؟ ماشي شكرا. انا كنت برمي عليه المشبك كل يوم ويا ريتني كنت حافظت على المشابك. طلعت اهم منه. باكل مشابك ب10 جنيه. رخنت كنتك. عزمني على نص كيلو كفته وربع كيلو طرب. فاهمك وفاهم كرشي. ولا عبر ولا تنيل. شهر خطوبه وجواز والنهارده احنا في محكمه الاسره. لطشني بالقلم.
بالباظه ونزيله على دماغه. يا اخويا فضل يجيب لي ورد كل ما اشوفه، قعدت اقول له هات لي حاجه تتاكل، مش عليها بنص كيلو كبده، عملت له حله محشي. وايه دي الاجابه؟